وقع هروب جماعي لبعض المجانين من إحدى مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، وكانت هذه الحادثة نتيجة إهمال بعض حراس المستشفى. وبعد تفقد عدد المجانين تم الإبلاغ عن 243 هارب من المستشفى، مما أدى إلى حدوث بعض المشكلات الكبيرة في الشوارع. فاستدعى المدير الطبيب المسؤول في المستشفى وأمره بحل المشكلة في الحال، وما كان من الطبيب إلا أن بدأ في التحرك على الفور. فأحضر الطبيب الشهير صفارة وطلب من بعض الموظفين بالمستشفى أن يمسكوا به من الخلف، حيث أنهم سيلعبون لعبة القطار. وخرج الطبيب بهم إلى الشوارع وهو يصفر بصافرته وينادي قائلاً توت توت. كان الطبيب يمثل رأس القطار، وكل من يمسك به من الخلف فهو القاطرات. كان كل واحد يمسك بالآخر، وما توقعه الطبيب حدث بالفعل، فكل مجنون هارب التحق بالقطار. وبذلك نجح الطبيب بجمع كافة المجانين الذين فروا إلى الشوارع. ولكن العجيب في الأمر أنه عندما عاد الطبيب بالمجانين كان عددهم 612، مع العلم بأن المجانين الفرين الهاربين من المستشفى كان عددهم 243 هاربا فقط. Subscribe, hit that notification bell, and let's embark on a journey through the ages together. Ancient wonders unveiled awaits you.